غفران التميمي شابة ذقارية تفننت بتقنيات المكياج السينمائي وأبدعت في موهبتها التي أحبتها كثيرا، فكانت النتاجات مذهلة للجميع، حيث يعتبر المكياج السينمائي واحد من أهم أركان الأفلام والمسلسلات، وليضاف حديثا إلى مجال الإعلانات. من هواياتي المكياج السينمائي والتصوير، وبديت بالتمثيل كمبتدئة. بديت بالمكياج تقريبا صار سنتين، كانت مجرد صدفة، هيك قلب البرامج التواصل الاجتماعي، ورا فترة ظليت أدز أشتغل على إيدي، أدز بالجروب، كانوا أكو تشجيع من عندهم، يعطوني الأخطاء، ينصحوني سوي كذا سوي كذا. فأهم شيء بالمكياج الدمج، العجينة، دمج العجينة على الإيد على مود يكون بشكل واقعي يطلع. ليس هذا فحسب، فقد أحبت التصوير وأبدعت في الصور البورتريه لكي تظهر نتاجاتها بأجمل صورة، كما كان لها مشاركات عديدة في عدة عروض مسرحية. من بديت بالمكياج قلت المكياج لازم يحتاج إلى دقة، فش قلت أنا لازم أشتري كاميرا على مود التصوير، التصوير إذا طلع واضح يبين تفاصيل الجرح، أو الرسم على الوجه لازم يبين تفاصيله، يبين الرسم مالته، الألوان. فاشتريت كاميرا، تعلمت من خلالها التصوير. مجال التمثيل لأنه مثل ترسم رسمة على الوجه لازم تبين تعابير الوجه، من حزين إلى سعيد إلى بائس وهكذا. فقلت لازم أتعلم التمثيل وأدخل بهذا المجال. فقلت لك شيء يجمع شيء، يعني المكياج جمع التصوير جمع التمثيل وهكذا. ذي قار مدينة تحمل في طياتها إبداعا شبابي لا يوصف، لكن قلة الفرص والمحسوبيات منعت الموهوبين من بلوغ المراتب العليا من النجاح، فمع ذلك تستمر عزيمتها. لبرنامج يوم جديد، علي الهادي، ذي قار.